نروح بقى نتابع اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه ومراسلتنا الجميله هنا ابو القاسمه موجوده دلوقتي في مقر الاهلي بالجزيره. يا هنا صباح الخير عليكي وانا وكريم وكل جمهور 10 الصبح سامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. قبل ما أبدأ فقرة أخبار النادي حابة أهني النادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي طبعا بعد حصولنا على جائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي كأفضل مؤسسة رياضية عربية لعام 2021. يعني الحقيقة هو ده النادي الأهلي، كل يوم إنجاز جديد سواء رياضي أو مجتمعي. طبعا كلنا فخورين جدا لانتمائنا لهذا الكيان العظيم، كيان النادي الأهلي. خلونا بقى دلوقتي نبدأ أخبار المتعلقة بالفرق الرياضية، والبداية من كرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، تجمع الفريق هيكون الساعة 3 العصر، والمران هيبدأ فيه تمام الساعة 4 مساء. بعد كده طبعا الفريق هيدخل في معسكر مغلق في أحد فنادق القاهرة، استعدادا طبعا لمباراة غدا أمام سموحة. المباراة هتكون على استاد الأهلي والسلام في تمام 4 عصرا، طبعا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، ودي طبعا آخر مباراة قبل التوقف الطويل. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة السلة، والحقيقة أن امبارح كان يوم حافل بالانتصارات في كرة السلة. سيدات كرة السلة بيحجزوا مقعد في نهائي بطولة الدوري المرتبط، ده طبعا بعد فوزهم على فريق مصر للتأمين. يعني أنسات كرة السلة كانوا بالفعل حسن التأهل للنهائي بعد فوزهم بنتيجة 70-53، وأصبحت طبعا مباراة سيدات كرة السلة تحصيل حاصل، لكن برضو سيدات كرة السلة قدروا يفوزوا في المباراة بنتيجة 88-42. والحقيقة أن سيدات كرة السلة عملوا مباراة كبيرة جدا، كان في سيطرة منهم طوال المباراة، يعني قدروا يحسموا الشوط الأول بنتيجة 26-20، الشوط الثاني بنتيجة 52-30، الشوط الثالث بنتيجة 77-36، والشوط الرابع والأخير بنتيجة 88-42. وبكده سيدات كرة السلة يكونوا في النهائي وهيواجهوا فريق سبورتنج، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان رجال كرة السلة حجزوا مقعد في ربع نهائي كاس مصر، ده طبعا بعد تخطيهم عقبة الترام والفوز عليهم في دور 16 بنتيجة 86-47. يعني الحقيقة أيضا رجال كرة السلة عملوا مباراة كبيرة جدا، كان في سيطرة كاملة منهم طوال المباراة. ويمكن طبعا هايلايت مباراة أمس هو كان عودة ومشاركة لاعبنا محمد أبو النصر طبعا بعد تعافيه من الإصابة، يعني بنقول له الحمد لله على السلامة وإن شاء الله يكون متألق زي ما عودنا دايما في الفترة القادمة. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة اليد. النهاردة رجال كرة اليد عندهم مباراة ودية أمام منتخب الإمارات، المباراة هتكون في تمام 6 مساء على استاد القاهرة، كل ده طبعا استعدادا للمباراة القادمة هتكون يوم الأحد القادم أمام هليوبلس ضمن منافسات بطولة الدوري، والمباراة هتقام في نادي هليوبلس الشروق. كمان سيدات كرة اليد النهاردة هيواصلوا تدريباتهم، المران هيكون في تمام 8 مساء في استاد القاهرة، أيضا استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون يوم السبت أمام فريق المنوف بالمنوفية. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يقدروا يفوزوا في المباريات. أخيرا بقى خلونا نروح للعبة كرة الطايرة. النهاردة سيدات كرة الطايرة هيواصلوا تدريباتهم، التدريب هيكون في تمام 5:30 مساء استعدادا طبعا بطولة الدوري اللي تم موعد بدأها هتكون يوم 6/12. يعني سيدات كرة الطايرة الحقيقة بيستعدوا من فترة طويلة جدا قبل حتى ما يتم تحديد موعد بدء الدوري، طبعا عشان يظهروا بصورة تليق باسم النادي الأهلي وباسم طبعا فتيات الذهب، فتيات كرة الطايرة. يعني دي كانت أبرز وأهم الأخبار من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. نشكرك جدا جدا على هذه التغطية، وبنبارك أكيد للنادي الأهلي مرة تانية اللي مشرفنا دايما. شكرا ليك يا هنا.